سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين، إلى أن تنتهي الدنيا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معجم الباطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. شاعرنا لهذه الحلقة هو أحمد ابن محمد ابن جبر ابن عبد الله، ولد في قرية أبو حنظل بمحافظة أسوان جنوبية مصر عام 1924، وتوفي في القاهرة عام 2000. حصل على شهادة الثانوية عام 1941، ثم عين موظفا بمصلحة الهواتف بأسوان، ثم انتقل للعمل بنفس وظيفته إلى القاهرة. له نشاط اجتماعي وخدمي من خلال عضويته بجمعية أبي حنظل بالقاهرة. ما توافر من شعره قصيدة وحيدة بعنوان وطني، نشرت عام 1944 بمجلة النوبة الحديثة بأسوان، وهي من الشعر الوجداني، نظمها على الموزون المقفى، والقصيدة متراوحة بين معاني الفخر والحنين، يوجهها إلى وطنه بلاد النوبة قبل أن يغرقها النيل بعد بناء السد العالي. وعلى الرغم من أنها لا تخلو من معنى وطني وحماسي في حب مصر، إلى أن لمحات من شجن وأسف على فراق الموطن تتسرب إليها، القصيدة تتسم بسلاسة اللغة وتلجأ إلى التلميح أكثر من التصريح، فتغمرنا بصور مجتزأة، غير أنها موحية وقادرة على خلق مفارقة لتشرح حال النوبة بعد بناء السد. يقول الشاعر: وطني، صقت من جراحك نفسي، تتحدى الخطوب في كل بأسي. وطني، أنت صخرة اليوم، لكن كنت روضا وجنة النخل أمس. أذهب الماء عن ضفافك حسنا كان يطفي على الثرى حلو أنسي. بني السد هائلا ومخيفا كي يحيل الجنان موحش رمسي. بني السد فاجتنت مصر خيرا من عذاب سجنت فيه وبؤسي. أنبتت أرضها روائع نبت تستقي الدهر من تشتت جنسي. عجب الناس كيف تسكن صخرا بين جدب وناضب الخير يمسي. لست يا صخر بالبغيض إلينا، إنما أنت مرتجى كل نفسي. وطني، هذه الرمال ستكسى من نخيل ومن أطايب غرسي. عند تمثالك المعظم أجسو ثم أسقيك من مشعشع حسي. إلى هنا، بعد هذه القصيدة الراقية الرقيقة، نصل إلى ختام هذه الحلقة، آملين أن يتجدد بكم اللقاء. كل التحايا. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود الباطين الثقافية.